بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعزائي، قبل أن أبدأ أذكر أنه ليلة غد إن شاء الله ستصادف ليلة ميلاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى الصبط، صبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي غدا، فغدا هي ليلة مباركة وليلة سعيدة وليلة فرح وسرور. وقد جاء في تعريف أتباع مذهب أهل البيت أنهم يفرحون عن الإمام الصادق عليه السلام، قال إن شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فغدا هي ليلة فرح، ولذلك يعني رحنا نطلب من الأخ العزيز الحاج أحمد أنه بعد تلاوة الدعاء أن يقوم بإنشاد بعض الأناشيد وبعض التواشيح الدينية، وسيكون الحديث عن ميلاد الإمام. وأطلب من الإخوة والأخوات وتحديدا من الأخوات الكريمات اللي كانوا عادة في السابق يهتمون بهذا الأمر، أنه كيكة، كان يجيبون كيكة باسم الإمام الحسن عليه السلام احتفاء بميلاد الإمام الحسن. بدنا بكرة نشوف كيكة هنا توضع، كيكة كبيرة وشيء من الحلويات والكانديز توزع على الأولاد الأطفال إن شاء الله فيما بعد، وأيضا الكيكة تقسم وتوزع على الحضور بعد المحاضرة إن شاء الله. فبدنا اثنين أو ثلاث من الأخوات الآن يتبنون مسألة شراء الكيكة وجلبها. في حدا من أخواتنا مستعدين؟ الحمد لله، عدنا ثلاث أو أربع أخوات، بارك الله فيكم. بدنا تتكفلون بالكيكة إن شاء الله، تشتروها وتحضروها، تكون كبيرة وتكفي لإطعام 60 مسكين وأكثر من 60 عدنا إحنا، مساكين الله طبعا، هذا المقصود. وإن شاء الله بكرة نحتفي بذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. عطروا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ آيات الله هي القرآن. أنتم يا أهل الكتاب، أيها النصارى، أيها اليهود، أنتم تعرفون أن هذه هي آيات الله. أنتم تعلمون جيدا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا قرآنا يتلى من قبل الله عز وجل. فإذا لماذا تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون بأنها آيات الله؟ لماذا؟ الجواب عن ذلك أيها الأعزاء، طبعا القرآن ما يجيب، القرآن يسألهم سؤال استنكاري وليس سؤال استفهامي، سؤال استنكاري، يعني ليش؟ لماذا تكفرون بآيات الله
وأنتم تشهدون أن القرآن هو آيات الله. والآية اللي بعدها يقول يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. الآية الأولى التي تقول لما تكفرون بآيات الله، آيات الله هو القرآن، لماذا تكفرون بالقرآن؟ الآية الثانية تقول يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. تلبسون يعني تخلطون، لماذا تخلطون الحق بالباطل؟ كيف؟ آيات الإنجيل وآيات التوراة بعضها صحيحة وبعضها حرفتموها أنتم أيها اليهود والنصارى، فقد خلطتم الحق بالباطل. لماذا؟ سؤال استنكاري. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لماذا تكتمون الحق والحق هو أنكم تؤمنون بنبوة عيسى وموسى وتكفرون بنبوة محمد؟ لماذا؟ هذا سؤال استنكاري. الجواب عن ذلك والمصلحة، المصلحة الشخصية. لا يوجد شيء يمنع الإنسان في هذا العالم من الإقرار بالحق سوى المصلحة الشخصية. دائما المصلحة الشخصية تتغلب على الحق دائما. هؤلاء اليهود والنصارى وخصوصا زعماؤهم الدينيون رفضوا القبول بالقرآن. لماذا؟ لأنه هذا فاتح له دكان، فاتح له دكان وعم يطلع مصاري وعامل زعامة وعامل قدسية لنفسه بين جماعته. فإذا أقر علنا بأحقية القرآن معنى هذا يجب أن يتخلى عن كل هذه المصالح الدنيوية التي كسبها وجناها باسم المسيح وباسم عيسى موسى عليه السلام. هناك مصالح شخصية تقف أمام قبول الإنسان للحق. المسيح، أنتوا اقرأوا تاريخ المسيح، سيرة المسيح. المسيح لم يمتلك بيتا في حياته، كان إذا جن عليه الليل ينام على الأرض، يقول الأرض فراشي والسماء غطائي. ما كان عنده حتى وسيلة نقل، ما كان عنده. راحلتي قدماي، الناس كانت تركب وسائل النقل كالحمير والبغال والجمال. المسيح كان يتنقل على قدميه، لم يمتلك بيتا ولا مالا ولا وسيلة نقل، حتى زواج ما تزوج، حتى أولاد ما خلف. الآن انظروا إلى خليفته عايش في قرص يرصعه الذهب من فوق لتحت، يشرب بآنية الذهب. هذا الذي يدعي أنه هو خليفة المسيح عليه السلام. وهكذا هؤلاء الذين يفتحون دكاكين باسم الأديان باسم عيسى وموسى، هؤلاء رفضوا لأن المصلحة ما تسمح لهم. وصدقوني أيها الأعزاء، أنا أؤكد لكم أن كثير من هؤلاء الذين انحرفوا عن مذهب أهل البيت عليهم السلام هم يعرفون أن الحق مع أهل البيت، لكن مصلحته ما تسمح له. ليش؟ لأن عم يقبض بالعملة الصعبة، الدولار عم يعطوه، عم يقبض منيح. هذا إذا أعلن الحقيقة وتمسك بالحقيقة وأعلن أنه سوف يقف مع الحقيقة سوف يخسر كل هذه المكتسبات والمميزات. جاء في الحديث عن أمير المؤمنين من أحبنا أهل البيت فليتخذ للبلاء جلبابا. اللي يريد يتمسك بطريق أهل البيت، طريق أهل البيت طريق ذات الشوك،
يكفر، يشتم، يساب، يعتدى عليه، يقتل أحيانا، مثل ما نشوف الآن يصير في بعض بقاع العالم. إذن الذي يمنع بعض الناس من قبول الحق مو أنه ينكر الحق، لا، هو يعرف أن الحق مع رسول الله، هو يعرف أن الحق مع علي بن أبي طالب عليه السلام، مع ذلك ينكر لأنه يجد أن الإقرار بالحق سيفوت عليه مصالح دنيوية، رح يسكر الدكان اللي هو فاتح، لذلك ما يقول. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كثير منهم يعلمون، كثير من أحبار اليهود وقساوسة النصارى يعلمون أن محمدا على حق، يعلمون أنه نبي من قبل الله، لكن مصالحهم الشخصية لا تسمح لهم الإقرار بذلك. وكذلك في كل زمان أيها الأعزاء، في كل زمان وفي كل مكان تجد أنهم فئة من الناس مضللة جاهلة، وقسم من الناس ليس مضلل ولا جاهل، ولكنه مكابر ومعاند، هو يعرف الحق ولكنه لا يقر به، لأنه إذا أقر بالحق خسر الامتيازات، خسر الامتيازات. أنا مرة سألت أحد المشايخ، ما في داعي أسميه، قلت له شيخنا ايش معنى كل ما نعمل حفلة ما تجينا؟ شيخ من سائر المذاهب الأخرى، نعمل حفلة ما تجينا، مناسبة ما تجينا، لماذا ندعوك فلا تأتينا؟ بالحرف الواحد قال لي: يا شيخ حسن، تبغى يقطعوا لي راتبي؟ السعودية تقطع لي راتبي؟ قلت له: لا، ما أريد يقطعوا لك راتبي، خليه. هذا هو الواقع عند الكثيرين، يعرف الحق ويعلم أين هو الحق، ولكن المصلحة الشخصية تمنعه أحيانا. يقول القرآن الكريم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لماذا تكفرون بالقرآن وأنتم تشهدون بصحة القرآن؟ يا أهل الكتاب، والخطاب لعلمائهم وليس لجهالهم، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، يعني تخلطون الحق بالباطل وتكتمون الحق. الحق هو الإسلام، أنتم تعلمون أن موسى نبي وعيسى نبي ومحمد أيضا نبي، لماذا تكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ هؤلاء كانوا يعلمون أن الحق مع الإسلام، كانوا يعترفون، كثير منهم كانوا يعترفون. لماذا؟ لأن التوراة والإنجيل كلاهما يشهد بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بنص القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجدون اسمه مكتوبا في التوراة والإنجيل، هو مذكور اسمه، وهناك أدلة كثيرة على وجود اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة وفي الإنجيل. في التوراة، وأنا ذكرت ليلة من الليالي مقطع من التوراة عن جبل فاران، وقلنا جبل فاران هو في مكة المكرمة، عن رجل، عن النور الذي يظهر في جبل فاران، إشارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الإنجيل، إنجيل يوحنا، أنا أروي لكم ما قاله المسيح في
في الفصل السادس عشر من إنجيل يوحنا قال إن الفارقليط، هذا الاسم فارقليط أو البارقليط هو إشارة إلى اسم النبي صلى الله عليه وآله، وقد ترجمه مترجم العهد الجديد كلمة فارقليط أو بارقليط إلى المعزي، النبي المعزي. إن البارقليط لم يأتكم ما لم أذهب، ولا يقول من تلقاء نفسه شيئا، لكنه يسوسكم بالحق كله ويخبركم بالحوادث والغيوب. أكثر من نص، أكثر من نص واحد على لسان المسيح عليه السلام يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب إلى الرب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. أكثر من نص ورد على لسان المسيح عليه السلام يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ظهوره آخر الزمان. إذن هم اليهود كانوا يعلمون والنصارى يعلمون، وهناك إنجيل اسمه إنجيل بارنابا، ما تعرفون هي الأناجيل المعروفة خمسة، واحد منها السادس الذي تم إخفاؤه، إنجيل بارنابا يوضح ويصرح باسم النبي بشكل واضح لا لبس فيه، لكنهم لا يتداولونه، يخفونه، هو موجود عندهم ولكنهم يخفون هذا الإنجيل، إنجيل بارنابا. لماذا؟ لأنه يتحدث صراحة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول القرآن الكريم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. أساساً إذا تلاحظون أيها الأعزاء في سورة آل عمران أكثر الحديث هو عن أهل الكتاب وقضايا أهل الكتاب ومشاكل أهل الكتاب والحوار مع أهل الكتاب وتاريخ العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب، القرآن يتحدث عنها في سورة آل عمران. في هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قصة معينة. ما هي القصة؟ القصة أنه تواطأ 12 رجل من أحبار يهود خيبر. ألفت نظركم إلى أن اليهود في الجزيرة العربية كانوا منتشرون، كانوا منتشرين في ثلاثة، متمركزين في ثلاثة نقاط رئيسية. المنطقة الأولى هي المدينة المنورة، وقد ذكرت يوم أمس ثلاث قبائل يهودية: بنو قريظة، بنو قينقاع، وبنو النظير، كانوا يسكنون المدينة المنورة. قسم من اليهود كانوا يسكنون منطقة خيبر وما حولها، منطقة فدك، هذه صار في شمال المدينة المنورة. خيبر في شمال المدينة المنورة، وخيبر هي عبارة عن قلعة، قلعة يهودية سكنها اليهود. القسم الثالث من اليهود في عصر النبي كانوا يعيشون في منطقة اسمها تيماء، تيماء في شمال الجزيرة العربية. قسم من يهود خيبر ومن علمائهم وأحبارهم الحاخامات 12 واحد، هؤلاء تواطؤوا وقال بعضهم لبعض، قالوا تعالوا نلعب اللعبة. شو هي اللعبة؟ انه احنا نروح نعلن اسلامنا، ندخل في دين محمد ونتظاهر بأننا أسلمنا، عند ذلك يفرح المسلمون ويفرح محمد بهذا الخبر أنه هؤلاء مش ناس عاديين، أحبار يعني حاخامات، حاخامات اليهود 12 واحد دخلوا في الإسلام، فالمسلمون سيفرحون بهذا الخبر. الصبح ندخل في الإسلام، نرجع العصر نقول لا احنا فتشنا ودققنا
وتحققنا فاكتشفنا أن الإسلام دين مزيف نطلع من الإسلام، فعند ذلك نزلزل عقائد من؟ ضعاف النفوس من المسلمين، لأنه راح يقولون هؤلاء ضعاف النفوس، راح يقولون هؤلاء أكيد هم يفهمون، هؤلاء أحبار حقامات قارين كتب قارين التوراة والإنجيل، لا شكهم أعلم منا، فإذا هؤلاء تخلوا عن دين الإسلام أكيد وجدوا شيء، أخذوا مأخذ على الإسلام بحيث تخلوا عن دين الإسلام. بهذه الطريقة نحدث بلبلة بين المسلمين، 12 حاخام يدخلون في الإسلام في الصباح، في المساء يرتدون، يقولون احنا اكتشفنا بعد البحث والتمحيص أن دينكم باطل، أن دين محمد مزيف والعياذ بالله. القرآن كشف هذه المؤامرة، وقالت طائفة من أهل الكتاب من يهود خيبر، 12 واحد من الأحبار، ماذا قالوا؟ قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني على المسلمين، آمنوا به وجه النهار، أول النهار أعلنوا إسلامكم وتظاهروا بدخولكم في الإسلام، واكفروا آخره، آخر النهار قولوا احنا اكتشفنا أن الدين هذا مزيف لعلهم يرجعون، لعله بسبب هذا التصرف نزلزل عقائد المسلمين فنرجعهم عن دينهم، خليهم يبطلون من دينهم الإسلام. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا الكلام انتبهوا أعزائي، هذا المقطع المفسرون فسروه بطريقتين. الطريقة الأولى قالوا هذا المقطع ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا هو استمرار لكلام اليهود، هذا كلام اليهود، يهود خيبر قالوا ليهود المدينة انتبهوا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، انتبهوا ما تروحون تعملون مرة مسلمين يضحك عليكم محمد، تمسكوا بدينكم اليهودي، اليهود متعصبون جدا متعصبين، أكثر الناس تعصبا لدينهم هم اليهود، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، انتبهوا تمسكوا بدينكم تكمشوا فيه، ما تخلون بعض المسلمين يأثرون عليكم، لأنه كم واحد من اليهود أسلموا لما جاء النبي إلى المدينة، بعض اليهود كانوا ناس منصفين وجدوا المعجزات تجري على يد هذا الرجل، ثم طبقوا العلامات التي وجدوها في التوراة طبقوها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجدوا صحتها فتأكدوا أن النبي هو مرسل من قبل الله، أسلموا. إسلام هؤلاء اليهود سبب غضب عند بعض الأحبار والحاخامات، أن انتبهوا ما يأثر عليكم المسلمين، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة، الله يقول يا جماعة الهدى من الله مو من عندكم أنتم اليهود، ثم إكمال لكلام اليهود، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله، يرجع كلام اليهود، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، ما تصدقون أن في أحد عند دين أحسن من دينكم أيها اليهود، من يقول هذا الكلام؟ أحبار اليهود ليقولون لأتباعهم إياكم أن تنغروا، ما تصدقون أن محمد عند دين أفضل من ديننا، ديننا هو الأفضل هو الأحسن، ومحمد والمسلمون لن يحاجوكم عند الله، لن يغلبوكم في الحجة، نحن الذين سنغلبهم في الحجة، هذا كلام أحبار اليهود. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل يا رسول الله إن الفضل بيد الله، الفضل وهو
نبوة، لأن اليهود كانوا يعتقدون أن النبوة منحصرة بهم فقط، بس العرب ما عندهم نبي، ولذلك كانوا ينظرون إلى العرب باحتقار. نبي العرب ما عندهم نبي. القرآن يقول لا، الفضل وهو النبوة، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قراءة أخرى لهذه الآية: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. بعض المفسرين يقولون لا، هذا ليس كلام اليهود، هذا كلام الله نفسه. الله يخاطب المسلمين: يا مسلمين انتبهوا، انتبهوا لمؤامرات اليهود، لا تدعوهم يزعزعونكم عن دينكم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، تمسكوا بدينكم يا مسلمين، لا تسمحوا لليهود ولا غيرهم أن يشككوا في عقيدتكم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. لا أحد، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من كافة الأمم التي سبقت المسلمين حصلت على ما حصل عليه المسلمون. ما الذي حصل عليه المسلمون؟ حصلوا على هذا الكتاب المقدس الذي هو القرآن، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. التوراة تم تحريفها، الإنجيل تم تحريفه، كل الكتب السماوية تم تحريفها، إلا القرآن بقي مقدساً منزهاً عن التحريف. لذلك أيها المسلمون لا تصدقون أن في حد عند دين أحسن من دينكم، ولا في حد عند شريعة أحسن من شريعتكم. هي هذه الشريعة الكاملة المتكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب العالمين رضي لكم بالإسلام دينا، رب العالمين اختار لكم الإسلام. فإذا الله سبحانه وتعالى اختار لكم الإسلام فلا تختاروا على الإسلام شيئا أيها المسلمون، لا حد يخدعكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. ما حد راح يقدر يحاجج عند الله كما أنتم تحاججون، أنتم تحاججون بهذا القرآن المقدس. كل الأمم تأتي عند الله تحاجج عنده بكتب مزيفة إلا أنتم أيها المسلمون. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. الرحمة هنا هي الرسالة. اليهود كما قلت كان يستكثرون على العرب أن يكون عندهم نبي، كان يقولون أنتم العرب أنتم منه أصلا، أنتم مجموعة متخلفين بدوا بالصحراء. الأنبياء عندنا إحنا، إحنا عندنا الأنبياء وعندنا الملوك، أنتم العرب مش أصحاب حضارة ولا أصحاب دين سماوي. كانوا يستكثرون على العرب أن يكون عندهم نبي من عندهم. القرآن يقول يختص الله، يختص برحمته من يشاء. الله هو الذي يختار الرسول وليس اليهود. الله أعلم حيث يجعل رسالته، مش اليهود هم الذين يختارون الأنبياء، إنما الله هو الذي يختار أنبياءه، ولا يختارهم بحسب هوى الناس أو رغبات الناس. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم تنتقل الآية إلى موضوع آخر. هذا الموضوع أيها الأعزاء يرتبط بنقطتين، وأرجو الالتفات إليها مع الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى أن القرآن الكريم رغم انتقاده لليهود والنصارى أصر أن يكون موضوعيا، أصر أن يكون منصفا معهم. فرغم انتقاده لليهود في عدم قبولهم بدعوة الرسول، إلا أن القرآن جاء ليثبت شهادة. ما هي الشهادة؟
أنك لا تحكم على كل اليهود وكل النصارى أنهم مش مناح. لا، في نصارى مش مناح وفيهم ناس مناح، ونفس الكلام في اليهود. ولذلك القرآن جاء ليثبت حقيقة أن اختلافنا مع اليهود لن يحملنا على إنكار الحقيقة. اختلافنا مع اليهود لن يجعلنا نتنكر للحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أنه إذا كان بعض الناس عندهم فضيلة لا ننكر عليهم الفضيلة، ما ننكر للناس فضائلهم، ولا تبخس الناس أشياءهم. أنت قد تكره زيد، قد تكره عمرو، قد ما تتفق معه، بس ما تنكر عليه ما يتمتع به من خصال. إذا عدوك كان إنسان شجاع ما تقول عنه هذا جبان، ما تقول عنه جبان، لأنه هو مش جبان إذا كان شجاع. لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كن منصفا حتى مع عدوك، حتى مع العدو كن منصف، قل الحق. ما تتهم عدوك بأشياء ما موجودة فيها. لا تجعل العداوة الشخصية تتحول إلى مادة لإنكار الحقائق. القرآن جاء ليؤسس حقيقة أنه لما تتعامل مع اليهود والنصارى تكتشف بعضهم أناس أمينين تعطيه أمانة يرجع لك إياها، وبعضهم أناس غير أمينين. هذا ما يمنعني من أن أعترف، أن أقول الحق. يقول القرآن الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. القنطار، شو هو القنطار؟ القنطار مفسري علماء التفسير بعدة تفسيرات، واحدة منها ملء جلد الثور ذهبا، يعني تجيب جلد ثور، ثور ميت، تسلخ عنه الجلد، تملأ جلده ذهبا، هذا يسموه قنطار. قسم يقولون هذا معنى القنطار، وقسم يقولون القنطار هو المال الكثير جدا، في اللغة العربية يسمى قنطار. وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا. إذا إنسان أعطى زوجته مهر قنطار ما لازم يأخذ منها، لا يجوز له أن يسترجع منها مهرها إلا بطيب نفسها. طيب، فإذا القرآن يقول بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو تأمن على قنطار من ذهب أو من مال يرجع لك إياه. وهذه حادثة وقعت مع عبد الله بن سلام، يهودي جاءه أحد المسلمين واستودع عنده أمانة 1200 أوقية من الذهب. ذيك الأيام ما في بنوك وما في سيف باكس ولا في حكومات تحفظ لك الأمانات، يروحون عند أناس أمناء موجودين في الجالية يستودعوهم الأمانات. عبد الله بن سلام كان يهوديا بس كان معروف بالأمانة، جاءه مسلم وأودعه مبلغ 1200 أوقية ذهب، بعد سنة إجا طالبه فيها قال له تفضل هاي أمانتك أعطاك، ما أنكر عليه. فالقرآن يشهد لهم بالأمانة. وإن ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لو تعطيه قنطار من الذهب ما يأكل عليك يرجع لك إياه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، وفيهم أناس لو تعطيه دينار واحد أمانة ما يرجع لك إياه. طيب أنا أسألكم بالله، ألا يوجد في المسلمين نفس الشيء؟ المسلمين نفس الشيء، فيهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، وفيهم من تأمنه مو بدينار بربع دينار ما يأمن ما يرجع لك ربع دينار يأكل عليك. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام كان يحذر السذج من الناس، يحذرهم من النصابين، خصوصا النصابين اللي يستعملون الدين. يقول لهم: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وطنطنتهم بالليل بالقرآن
ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. إذا تريد تعرف حقيقة إيمان شخص، ما جربه وتختبره بالصلاة والصيام وقراءة القرآن، جربه بالأمانة. أعطيه $1,000 شوف يرجع لك إياها أو لا، أعطيه مبلغ من المال استأمنه عليه واختبر أمانته، إذا رجع لك إياه عند ذلك ولهذا إنسان مؤمن بالفعل. في كثير من الأحيان بعض الناس يفشلون في الامتحان، يفشل في الامتحان، تأمن أمانة يأكلها عليك، ينكر، إما ينكرها كليا أو أبسط شيء يقول لك، يقول لك ما عندي. ما عندك؟ طيب بعد شهر يصير الصيف، قام راح سافر علب لا 3 أشهر، أخذ مرته وولاده وصرف له 30-40 ألف دولار ورجع. شو لما صار وقت الفاكيشن عندك مصاري، لما صار وقت شراء البيت شو تعرف تشتري بيت، بس لما يجي دور أمانتي أنا ما عندك. ليش؟ لماذا؟ هناك من الناس من يختلق الأعذار الوهمية، ما عندي، انطر علي هالشهر، ما عندي تعال الشهر القادم. هؤلاء لا يغدر بلحيتهم ولا بصلاتهم ولا بقراءتهم للقرآن. هؤلاء إذا أردت أن تعرف حقيقة إيمانهم تعرف من خلال الأمانة. ولذلك القرآن الكريم يقول وأدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانة أديها إلى أهلها مهما كان صاحب الأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أداء الأمانة، يؤكد أن المسلم يجب أن يؤدي الأمانة لكل إنسان، لكل إنسان، حتى برا كان أو فاجرا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلا لو طالبت وأخذت للمحكمة يرجع لك إياه. ذلك لماذا ينكرون هؤلاء القسم من أهل الكتاب، لماذا يخونون الأمانات، بأي حجة، بأي ذريعة؟ اسمعوا يا مسلمين اسمعوا، كأن التاريخ يعيد نفسه. يقول ذلك بأنهم، يعني اليهود أهل الكتاب، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من هم الأميون؟ العرب. اليهود كانوا يسمون العرب أميين. ليش يسموهم أميين؟ كانوا أميين بالفعل، عرب في الجاهلية كانوا أميين، وبالمناسبة إلى الآن أكثر العرب أميين، كانوا أميين، يسموهم أميين، هم يعتبرون حالهم متعلمين، أهل كتاب يعتبرون العرب أميين. كانوا يقولون العرب أميين مشركين، ليس لهم علينا سبيل، علينا سبيل يعني مش مطلوبين احنا للعرب، لو نسرق أموالهم ذولا مشركين يجوز التحايل عليهم. بالله عليكم مو في مسلمين نفس الشيء يعملون اليوم في أمريكا؟ يقول لك هذول أمريكان دولة مشركين دولة كذا كذا، خلينا نضحك عليهم نسرق أموالهم. نفس المنطق، نفس المنطق تماما، نفس المنطق الذي استعمله اليهود ضد العرب والمسلمين لنهب أموالهم وعدم إرجاع أماناتهم واستحلال أموالهم، اليوم بعض القشريين من المسلمين يستعمل نفس الأسلوب هنا في الولايات المتحدة. يقول يا عمي دولة كفار، هذول يؤيدون إسرائيل، معلش خلنا نسرق أموالهم. يضرب الكريدت ويتلاعب بالإنشورنس ويتلاعب هون ويتلاعب هناك ويسرق منها الشركة كله، ومن الميديكال ومن الميديكيد، ومن وين ما يقدر يضحك ويلعب ويزعبر يزعبر بحجة أن هذول ناس كفار مشركين يجوز أن نسرقهم. أنا أروي لكم حديثا عن رسول الله صلوا عليه بأعلى أصواتكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه الآية، هاي الآية، أي آية هذه؟
بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سبحان الله، كان يسرقون من العرب والمسلمين، يقولون التوراة جازت لنا، دول مشركين يجوز لنا أن نسرق. مثل ما اليوم بعض الأحيان تسأل واحد أنت من أجاز لك أن تسرق؟ أنا سمعت فتوى من الشيخ الفلاني أو المرجع الفلاني. تعال اسأله مين هذا المرجع الفلاني اللي ما بعرف والله، أنا سمعت هيك. أجيب سمعت؟ تأكدت؟ سمعت مرجع يبيح السرقة؟ هل هناك مرجع يخاف الله ويخاف اليوم الآخر يبيح السرقة؟ يبيح الاستغلال؟ يبيح الزعبرة؟ في مرجع يبيح الزعبرة؟ أي مرجع هذا الذي يبيح للمسلمين الاستهتار بأموال الناس وبما يملكون ويسمح بالغش والتحايل؟ أي مرجع هذا بالله عليكم؟ ضحك على الناس، يكذب يسرق ثم ينسب سرقته إلى الدين، يقول والله المرجع أذن لي، الإسلام أذن لي. نفس الشيء اليهود فعلوا، يقول ويقولون على الله الكذب، ينسبون إلى الله أن الله أجاز لهم أن يسرقوا من العرب من الأميين وهم يعلمون أنهم كاذبين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله ما أذن لأحد من الناس، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، أن يسرق من الآخرين أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله سبحانه وتعالى ما يقبل هذا، يعتبر بغي وعدوان وظلم، ولا يشرعه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه الآية قال كذب أعداء الله، هؤلاء اليهود النصابين الذين كانوا يسرقون من الناس ويقولون اليهودية هي التي سمحت لنا، الله هو الذي أذن لنا أن نسرق من العرب والمسلمين. كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. نبينا يقول كل شيء من عادات وتقاليد الجاهلية أنا أسحقها تحت قدمي، القمار أسحق تحت قدمي، شرب الخمر أسحقه تحت قدمي، الربا أسحقه تحت قدمي، كل هذه العادات السيئة أسحقها تحت قدمي إلا عادة واحدة كان يقدسها حتى العرب في الجاهلية وهي عادة أداء الأمانة. يقول إلا الأمانة فهي مؤداة إلى البر والفاجر. إذا إنسان بر مؤمن أعطاك أمانة لازم ترجعها، ولو جاءك يزيد بن معاوية وأعطاك أمانة لازم ترجع لي أيضا. أبدا الإسلام لا يسمح. لما تيجي القصة للأمانة القرآن يقول وأدوا الأمانات إلى أهلها، سواء كان أهلها مسلمون أم كافرين ما في فرق، الأمانة أمانة لازم تسلمها إلى أصحابها. ولذلك نبينا عرف بلقب ماذا؟ الصادق الأمين. كفار قريش كانوا يكذبونه ويكذبون رسالته، مع ذلك يجون يحطون الأمانات عنده لأنه يشهدون بأمانته. ولذلك لما ذهب إلى المدينة، تعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج خفية إلى المدينة، ما أخبر أحد، لكنه استبقى من بعده علي. لماذا؟ ليش استبقى علي؟ ليش ما أخذ معه علي بن أبي طالب لما راح إلى المدينة؟ استبقى لشيئين، واحد أن يأتي بالفواطم ابنته فاطمة يأتي بها إلى المدينة، والسبب الثاني أن يعيد الأمانات إلى أصحابها اللي كانوا مأمنين أمانات عند النبي، يذهب علي إليهم واحدا واحدا، وهم كفار وهم مشركون وهم يكذبون الرسول، لا بل يتواطؤون لقتله، إلا أن النبي أمره أن يعيد إليهم أماناتهم. قال أعد إليهم أماناتهم ثم إلحق بي يا علي. وبالفعل
علي بن أبي طالب أعاد إليهم أماناتهم كلهم، بعد ما أعاد كل الأمانات ذهب رحل إلى المدينة المنورة والتحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.